الشيخ القاري محمد حسين محمود عاشور حافظه اللہ، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے اہلیان شہر اہلیان غلام احمد آباد کے قلوب کو منور فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں الشیخ قاری محمد حسین محمود عاشور صاحب حافظہ اللہ، انشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی، سب حضرات اطمینان سے بیٹھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه Thank you.
أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إذ قال يوسف لأبيه والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين
الدين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا
الخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا بمؤمن لنا
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وما وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل يا رب يا رب يا مولانا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سنقرئك فلا تنسى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا
مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.